Emma. معكم سمية إيراوي، 25 سنة، لاعبة ديال المنتخب الوطني للجودو، مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021. في الصغر ديالي كنت طفلة حركية بزاف، وعزيز عليا الرياضة، عزيز عليا نجري، عزيز عليا اللعب. فواحد التجمع عائلي هكا كان العم ديالي يلاه فتح واحد النادي ديالو جديد، فطرح علي الفكره انني نجي ونجرب جودو. فمشيت وعجبني الحال بزاف، ومن ثم وانا مستمره. بديت في سنه 2010 بديت جودو، من ثم لحد اليوم. شاركت في عدة بطولات، بديت بالبطولات الجهوية والوطنية، واليوم شاركت في بطولات إفريقية من الكادي، كادي جونيور وسينيور، وعدة بطولات دولية وحتى بطولات العالم. فالجودو رياضة صعيبة بزاف، لا من ناحية الفيزيك، خاصك كونديسيون فيزيك مزيانة، لا من ناحية أنك تعلم لي تكنيك وتعلم وتناسق ما بين اللعب الأرضي واللعب اللعب في التاتشي وازا. فكان خاص بزاف ديال الصبر، بزاف ديال الخدمه، بزاف ديال الاجتهاد. فكل شيء هذا الشيء والانضباط سورتو، كان خاص لازم انضباط باش تستمر في هذا الرياضه. الجودو علمني بزاف ديال الحوايج، عطاني بزاف ديال الحوايج، منهم الثقه في النفس، الصبر والاجتهاد، لا بيرسيفيرونس. صبر الا بغيتي توصل شي حاجه خصك تخدم 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 وتصبر بزاف عليها. فعلمني انني نكون، علمني لو بارطاج، انني داكشي اللي تعلمت حتى انايا نقدر نوصلو لوحدين اخرين. فالجودو عطاني بزاف صراحه. فرحت بزاف بزاف ملي تاكد التاهيل ديالي، وكنت حسيت بواحد الفخر، افتخرت براسي وبانني كاع هذاك العمل اللي درت، فالحمد لله توج بالتاهيل، وحسيت بواحد الشرف كبير انني غادي نمشي نمثل المغرب، وغادي نكون من بين الفريق الوطني اللي غادي يمثل المغرب في طوكيو. فكان شرف كبير وفرحه كبيره، لكن كانت اكثر مسؤوليه، كانت واحد المسؤوليه انني خصني نستعد مزيان، انني خصني نبين المغرب وجودو المغربي بالخصوص بواحد الوجه مشرف. فالحمد لله كنتمنى من ربي يوفقني انني نمثل المغرب مزيان. الاستعدادات كدوز ما بين التحضير البدني وزائد التدريب ديال الجودو، زائد بعض الحصص ديال الاعداد الذهني. فالحمد لله لا بريباراسيون غاده مزيان، وكنستعدوا كما ديما بكل جديه وبكل مثابره، والحمد لله غاديين في الطريق الصحيح. التحضيرات البدنيه كنديروا، كنخدموا على الكارديو، وكنديروا لا ميسكولاسيون حتى هي. زائد في الجودو كنخدموا بزاف على الكارديو ديال الجودو، حاليا كنكثروا بزاف من لي روندوري اللي هما لي كومبا، الا بغينا نقولوا لي كومبا هنايا. كنكثروا عاوتاني من لي بروجيكسيون، كنركزوا على لي تكنيك فور ديالي، اللي انا كن لي تكنيك فور ديالي كنركز عليهم، كندير بزاف ديال لي بروجيكسيون، بزاف ديال لي زوتشيكومي، باش ان شاء الله في لا كومبيتيسيون نكون مزيان.
انا الهدف ديالي ملي نمشي لطوكيو ان شاء الله انني نمثل المغرب مزيان وندير اون بون بيرفورمانس ونمشي ما ابعد نمشي ما ابعد في لا كومبيتيسيون ان شاء الله. لما لا تكون يكون تتويج وتكون ميداليه ان شاء الله. ولكن اللي انا متاكده منه انني غادي نعطي كل ما عندي وانني غادي ندير اللي عليا باش ان شاء الله تكون نتيجه مشرفه. بغي نشكرهم بزاف اول حاجه للمدرب ديالي في النادي اللي هو العم ديالي عبد اللطيف إيراوي، لا المدربين اللي معايا هنايا في ليكيب ناسيونال حنان كرومي ايوب صحيته وكاع كل الطاقم التقني اللي كان معايا طيله هاد الخمس سنوات ماشي غير في هاد لا بريباراسيون هادي. فكنبغي نشكرهم بزاف وكنتمنى انهم يكونوا فخورين بيا وبالعمل اللي داروا معايا في طوكيو ان شاء الله. بصراحه حيت ملي كيكونوا الصعوبات بزاف ملي كتلاقى مع الصعوبات شي مرات كتقول واقيلا انا ماشي ديال الجودو واقيلا ماشي هذه هي الطريق ديالي. فشحال من مره نقول لا يمكن خاصني نحبس، ولكن ديك تتكون لحظيه داك التفكير لحظي، من بعد كنولي نفكر كيفاش غادي نحسن من راسي وكيفاش خصني نزيد، لا عندي هدف خصني نوصل ليه. فهمتي تيجيو هذوك الافكار ماشي ما تيجيوش، غير هو كيبقى الهدف والحب ديال هذه الرياضه كبر من كاع هذوك الافكار وكبر من هذوك اللحظات السلبيه اللي تنعيشهم بعض المرات. كاينين بزاف صراحه بزاف ديال لي شامبيون اللي تيعجبوني، ولكن كنقدر نعطيك اسم واحد فما ما كاينش غير هو. تيعجبني الفريق ديال جابون بزاف، فهمتي انايا تيعجبني لو ستيل ديال اللعب ديال لي جابوني، تنتفرج فيهم بزاف وكنت انسبيرا منهم. نقصنا شويه الاهتمام، الحمد لله بدا الاهتمام بجودو وكاين واحد ديفلوبمون كبير في هذه الرياضه في المغرب، لكن مازال خاص شويه ديال الاهتمام وشويه الدعم. ان شاء الله نوصل الاهداف ديالي ونحقق البطولات والالقاب العالميه ونكون فخر للمغرب، وان شاء الله نكون واحد ليكزامبل مزيان لكاع لي جودوكا اللي جايين من موراي. نصيحتي هي نامنوا بريوسنا ونحطوا واحد الهدف قدام عينينا اللي نقدروا نخدموا عليه ونصبروا ونتابروا دائما المثابره والصبر هما اساس النجاح. وكنتمنى الخير لجميع الفتيات ديال المغرب وجميع الناس بصفه عامه. من هذا المنبر كنبغي نشكر كاع الناس اللي شجعتني والناس اللي دعمتني والناس اللي تمنات لي الخير، شكرا لكم بزاف، وبالاخص العائله ديالي اللي كانت السند الاول ديالي من نهار بديت، وشكر خاص عاوتاني لا فيديراسيون وطاقم التقني اللي هنايا، شكرا على كاع المجهودات اللي المبذوله لتطوير الجودو، والى اللقاء. بالعزيمه اللي عند سميه ويعني وليسبري ديالها، يعني ماشي نقدر نقول لك ماشي راها واحد لاتليت اللي بغات غير كاليفيكاسيون ولا الاهداف ديالها محدوده، لا سميه يعني من اللاعبات اللي عندها طموح، يعني علاش لا ميداليه، يعني لا سيما ان عندها دي كاباسيتي انها تقدر توج ميداليه، وكما كنعرفوا كيكون ربح وتيكون الخساره، ولكن يعني نقدروا اننا نشرشيو على ان شاء الله على لا ميداليه. سميه شابه، يعني السن ديالها باقي عندها 24 سنه، ورياضه الجيدو من الرياضات اللي تتطلب يعني واحد اون ماتوراسيون تارديف، بحال جيمناستيك تيبغيو اللاعبين يكونوا صغار، لا ناتاسيون، يمكن الجيدو تيعطيو يعني تيكون العطاء ديالهم لا برودكسيون من 22 عام حتى 30 عام، دونك سميه عندها 24 عام، مشروع بطله ان شاء الله، نتمنى لها التوفيق في هذه الالعاب الاولمبيه، ولكن نضرب لكم موعد ان شاء الله الالعاب الاولمبيه ديال 28 ديال باريس غادي يكون ان شاء الله البحث عن النتائج وعلى الميداليات. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.